يعني أنت استدليت يعني بعض كتب الشيعة، يعني أسردت بعض الأقاويل لكتب الشيعة، وجدت بأن هناك يعني حقيقة تناقضات في بعض كتب الشيعة، وأنت أثبت ذلك، يعني مثل يعني الدرع الذي أهداه عثمان إلى علي بن أبي طالب، وكان هو مهر علي بن أبي طالب. أيضا يعني هذه هناك الرواية موجودة في كتب السنة والشيعة. أي نعم، يعني في كتب السنة والشيعة نعم موجودة. أي أيضا في دقة المصادر يعني يعني. موجود في كتاب أيضا في أنا أقول هذه الروايات المشتركة، يعني الروايات المشتركة المفروض أن يكون هناك مركز دراسات كبير ويشرف على استخراج هالروايات المتفقة بين السنة والشيعة، لأن هذه الروايات هي التي توحد المسلمين وهي توافق القرآن. يعني لما آية قرآنية، يعني أنا ما ذكرت في إحدى الحلقات وهذا طرحنا أن كانت بينهم الرحمة والأخوة، فيقول أنت ليش تقول أن بينهم الرحمة؟ كان من عداوة. قلت ما أنا اللي أقول، الله تعالى يقول رحماء بينهم. تقول لي فيهم شدة، نعم الله تعالى أثبت الشدة في الصحابة، لكن قال أشداء على الكفار. الشدة، صورة الشدة كانت موجودة في الصحابة وآل البيت، لكن كانت موجهة البوصلة إلى الكفار، أما الرحمة كانت موصلة إلى فيما بينهم. وهذه صفة من صفات الله عز وجل، وصفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وصفة من رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، صفة الرحمة هي صفة الله عز وجل، وجعل في النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين، فكانت هذه الصفة في أتباعه رحماء بينهم.